اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في سبور، مرحبا بكم معنا من مكناس. لا زادت ردود افعال القرعه اللي جرات يوم امس لمونديال قطر 2022، ما زالت يعني ردود الافعال الشارع المغربي، ومن بينها اليوم معنا واحد من ابناء العاصمه الاسماعيليه سي عبد الغفور، احد اشهر بائعي النظارات ومحب للفريق الوطني كذلك كباقي المغاربه، ولكن هذا عنده واحد عنده واحد طابع خاص، خصوصا نهار الماتشات كيكون مجنون كما كنقولوا. فعبد الغفور مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، تعليقا على القرعه اللي جا فيها المغرب واللي جابته في مجموعه اللي كنقولوا لحد الان مجموعه متميزه، مجموعه يعني ديال كره القدم، كرواتيا كندا بلجيكا. كيقول السي عبد الغفور انه تيقين الحمد لله في اللاعبين ديالنا وان شاء الله يفرحونا. غنخليكم مع التعليق ديال السي عبد الغفور على هذه القرعه هذه وعلى هذا الوضع والمجموعه اللي جينا فيها، وشنو كيبان ليه يعني توقعاته من هنا ان شاء الله لكاس العالم يونيو قطر 2022 اللي غيكون في يونيو ان شاء الله. عبد الغفور مرحبا بك معنا. مرحبا، شكرا، السلام عليكم السعدي عبد الغفور. والحمد لله، اولا تنقول بان المنتخب ديالنا ان شاء الله ديما حنا متابعينه وديما تنشجعوه، وديما الحمد لله تنلعبوا زوين. وتشكيله المجموعه ديال بلجيكا كرواتيا كندا، واخا طحنا مع تشكيله تيقولوا لنا صعبه، واني حنا ان شاء الله غادي نتحداو هاد الصعوبات لحقاش غادي يكون لعب زوين حسن من طحنا طحناش مع مجموعه اسيويه او عربيه اللي غادي تكون شويه ديال ولا منتخبات افريقيه اللي تيكون واحد التنافس صعب، واني هادو غادي يكون واحد التنافس ديال لعب جميل، لعب ديال اللعب اللي تنشوفوا في اوروبا نقي وزوين الحمد لله. لا اللاعبين الحمد لله دابا التشكيله راه تتبان بانها جيده، واخيرا مؤخرا مع هذا الماتش ديال باش تاهلنا راه لعبوا مزيان، كان كل شيء زوين. غير هي من الاحسن تنطالبوا باش يكون مدرب وطني عنده غير على الوطن، مدرب يكون كما كانوا نتمناو يكون بادو الزكي ولا من غير بادو الزكي، المهم تنقولوا يكون مدرب اللي غادي يكون تيحب الوطن ويقدر يوصل هذا المنتخب وتي عنده غيره على الرايه المغربيه ويوصل التشكيله المغربيه لحد اقصى ما كاين. نعم، في نظركم يعني انه وحيد الان يعني واش ما قادرش، واش ماشي في مستوى كاس العالم؟ لا ماشي من هذا، حنا ماشي تنقولوا بانه حنا ماشي تنقولوا المدرب ما قادرش، اي مدرب عنده كفاءه وهذه، واني تنقولوا بان من الاحسن يكون مدرب اللي عنده غيره على الوطن ويقدر يوصل المنتخب لواحد المرتبه اللي عاليه ويزيد يشجع التشكيله ويختار اللاعبيه اللي كوف. حنا كجمهور اخويا، حنا شوف حنا كجمهور اخويا بغينا اخويا يولي يرجع لنا حكيم زياش ويولي يرجع لنا المزراوي، وما كرهناش الحمد لله حتى هو يعني لا شوف اسمع ان كاينين لاعبيه في المستوى احسن من شوف حنا ليكيب هذه دابا تعلنا بها لا كوب دي موند ما كنحقروهاش، وما كننساوش الخير للمدرب والمساعد ديالو وديال رئيس الجامعه والمجهودات اللي داروا باش تاهلنا، ولكن راه كاينين لاعبيه اللي احسن من هادو اللي كاينين هنايا. بين هاد اللاعبيه هادو بصراحه شوف حنا كنبغيو الكره والشعب كنموتوا على الكره وكنمارسوا الكره وكنتفرجوا في الكره وكنتفرجوا في الدوري الانجليزي الدوري الاسباني والدوريات العالم كامل. انا كمحب وكمشجع وكنموت على الرياض الوطن، الله ينصر سيدنا مهدي المنبر هذا، بغيتو ينادي على حكيم زياش، حكيم زياش السي خليل وزيتش، بغيتك تنادي على حكيم زياش، راه الجمهور كامل كيطالبك خصك دير واحد العمليه دي. وبوفال بصراحه يعني ما عرفناش لا بوفال ما عرفناش واحد القضيه دارها المدرب علاش دخلوا حتى لدوك السبعه دقائق الاخرى، فهمتي يعني هنا فين كتكون الاحترافيه ديال لا هنا كتكون الاحترافيه ديال المدرب اخويا عاف اخويا، عرفتي علاش؟ انا ما يمكنلكش انت بيني وبينك واحد سوء تفاهم، وعارف انت تدخل في واحد المقابله غادي تعطي مثلا وغادي فهمتي هضرتي ولا لا ما غاديش ندخلك، يعني انا فين كاين المشكل؟ غادي تفيدني دابا حنا شي راه واحد خينا من الجمهور باش انا كنت غنطلع لكازا نتفرج وكانت امور عائليه ما طلعتش، واحد الصديق دار لي هادشي راه بغيت سطا بوفال وبوفال، علاش ما دخلوش؟ في الماتش الكون
كونغ. يعني هنايا كنطلبوا من المدرب ان يكون خاض مخدم عقله ومحضر عقله على انه ينادي على اللعيبيه خويا اللي في المستوى وتكون المغربيه. راه المشكل راه نص في قطر في المغرب. انا كنت في قطر انا في الدوحه يا انا والصديق خويا. انا ما غنفوتش معاك دقيقه ولا تحيه الرزا النظافه كاملين مهندسين النظافه واحد وواحد وتحيه لهم كاملين من هذا المنبر من شمال من طنجة حتى للقويره فهمتيني كاملين سمعتيني. الا حنا بلا بينا ما كاين هاد القرعه خويا ما نكذبش عليك هي صعيبه وما بيهاش ما بيهاش ولاني شوف الا جاب تشكيله اللي بغينا حنا وبغات 45 مليون نسمه في هذه البلاد كناديو بزياش وكناديو بالمزراوي وكناديو بامين حارس الثلاثة خصهم يكونوا عندنا في المنتخب فهمتيني؟ وهادو ابار هادو غيلعبوا مع زياش شي شوف جيب الراجا بوحدها لعبها مع زياش دير المونديال فهمتيني؟ ما كان زياش ما كاين والو حكيم زياش فهمتيني؟ وراك شتي وراك شتي شنو كاين شتي شنو وقع في التيران ديال كازا شكرا تحية الرزا النظافة كاملين واحد واحد تبارك الله عليك واللي بغانا واللي كرهنا كل شيء بحال بحال تبارك الله عليك الله يحفظك يا استاذ حتى نشكرك الله يحفظك نقدروا نقولوا هذا هذا القرعه هذه شكرا نعتبروها امتحان حقيقي وي المنتخب ان شاء الله اغلبيه اللعابه كيلعبوا في دوريات راه خليني نلقي واحد راه مرحبا اخي سوا قريب يعني كيلعبوا مع هاد اللعابه ديال هاد المنتخب اغلبيه غادي مسمو اذا نقدروا نقولوا هاد المره راه الحمد لله واحد القضيه خصك تعرفها اخويا. شوف راه الحمد لله عندنا لعيبيه راه كاينه الروح. شنو هي الروح؟ الروح ديال المنافسه. راه مثلا تقدر تدخلني انا مثلا للتيران ولا للسيداده راه كيلعب بالنفس فهمتي هضرتي ولا لا؟ الروح ديال المنافسه كاينه في التير. احنا اللي كنزيدوا ناكدوا عليه عاوتاني مره اخرى وتحيه للقناه شوف تي في وتحيه الاخت فاطمه الزهراء راه الصديقه ديالي وكليانه من هذا المنبر هذا فاطمه الزهراء توحشنا في الرباط. تحيه تحيه للصحافه ديالنا كامله المكناسيه هي فاطمه الزهراء راه الله يعمرها سلعه. المهم ما علينا على اي نسمع احنا بغينا ان شاء الله نصرفوا الرياض الوطن. شوف ماشي مشكل تخصاو شوف حنا حنا شوف تخصاو ماشي ولكن شوف الحدود ديالنا كمنتخب راه احسن من الحدود ديال بزاف المنتخبات. انا دابا حاليا المغرب ما غاديش نقول احسن من بلجيكا لا ولكن راه المغرب راه عنده لا عنده لعيبيه اللي في المستوى عندنا مدرب في المستوى. انا ضد الفكره اللي قال الصديق قبيله لا وبدو المدرب لا المدرب خصو يبقى لان لا سمح لي شوف راه بنا لا سمح لي اخويا راه بنا بزاف د الحوايج. ما يمكنكش بنيتي واحد الحاجه وتجي في الاخر دير لها الطاق تريبه واجي اخويا فهمتي يعني. اسمع المدرب خصو يبقى حتى يدوز لا كوب ديمون. لا بصح كنهضر معاك اخويا بالكره. لا المدرب دابا الحاجه الوحيده اللي خصو يدير عمليه الصلح يصلح ما بين اللاعبيه اللي عندهم معاهم المشكل وما بين المدرب كتب المسير وما بين الرئيس. وتحيه للناس مكناس وتحيه للجيعة والشرايا ورمضان كريم لجميع المكناسيين وبشر مبروكه. والحمد لله كما قال هادو الشباب مدينه مكناس عندهم واحد النفس توفيق للمنتخب الوطني. شكرا شكرا والله احتراماتي وتحياتي واللهم تعالى ينصرنا على بعد الفراق كامل. الله ينصر سيدنا محمد والله ينصر سيدنا وعز المالك ونفرحوا مالكنا ان شاء الله بعد. مرحبا 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 مرحبا. هنا كاين موفره مجموعه ديال الامكانيات اللي عند الفرق الاوروبيه. مرحبا. بالنسبه للمنتخب الوطني الان لا في الميزانيه ديالو لا اللوجيستيك لا اطقم لا التقنيه حاجه باينه. المنتخب موفر عليه جميع اللهم لك الحمد موفر في بلجيكا ولا كندا ولا مؤخرا تلاحظوا بان الامكانيات الحمد لله كلها متوفره للمنتخب ديالنا وامكانيات عاليه بحالنا بحال الناس د اوروبا من ناحيه الامكانيات النفسيه والماديه وداك الشيء ما عندنا مناش نخافوا. هي خص اللعب خص واش كاينين الناس غادي يدخلوا يلعبوا الكره. اما من ناحيه الامكانيات ام امكانيات ماديه معنويه كاينه الحمد لله كاينه وموفرها المغرب الحمد لله. المغرب ولا في واحد المستوى عالي انت تتشوف الحمد لله اللهم لك الحمد الله ينصر سيدنا. انت تتشوف احنا مع اسبانيا الحمد لله غاديين في واحد الاتجاه عالمي كبير وهم الحمد لله ولينا احنا والاسبان عائله وحده وغادي نستمروا في ميادين تجاريه صناعيه
في جميع ان شاء الله باذن الله. وحنا تنلاحظوا باش ما نخرجوش من الموضوع الكروي، نبقاو في الكروي باننا واصلين لواحد المستوى عالي من الناحيه النفسيه كلشي. كما اللي قال الاخ الان انه نخليو المدرب يكمل، هي كما تنقولوا واحد السيد بدا واحد المنهجيه نقدروا نخليوه، وان الا كان ما غاديش يعيط بزاف ديال الناس اللي تيستحقوا يلعبوا كره عندهم غير على الوطن. يمكن الشخصيه الضيقه اللي ضيعتنا يمكننا نقدروا نخلقوا يمكننا نخلقوا شي حاجه ان شاء الله، شي مفاجاه كبيره. وانا تنتمنى ان شاء الله تكون مفاجاه كبيره ونفرحوا الشعب ديالنا وملكنا ويكون هذا الشيء بخير وان شاء الله ما يكون غير الخير. واخا عبد الغفور غادي نقول لك سؤال هذا مباشر. مرحبا. توقعاتك للمغرب الحضور ديالو في كاس العالم ان شاء الله في هذا الشكل اللي حنا. انا توقعات ان شاء الله الربع كاين وهاد المجموعه غادي ندوزوها لحقاش. راه واخا الناس تيتسي كل شيء مخلوع تيقول ما غنديروش، وان لا ان شاء الله غادي نوصلوا، غادي نديروا العجب ونقدروا نوصلوا يمكن والله اعلم حتى حاجه، كل شيء عند الله قريب، راه يمكن نوصلوا للفينال كاع ونتمناو من الله. وحنا فينا هاد القضيه ديال واحد تيبغي يطيح من واحد، وان ان شاء الله هذيك القضيه راه ما كايناش، راه كاين اللي تنقولوا هذا ما غايديرش ما غايديرش، وهو اللي تيدير وتيوصلوا الله سبحانه وتعالى لشي وسائل شي مسائل غريبه. وان شاء الله شكون يقدر يقول لنا انه كان ممكن ان الطاليان ما تكونش كاس العالم بسبب مقدونيا وبزاف الناس ما تيعرفوش هذه السميه ديال هذه المدينه، وهي ولات معروفه وهي دوله وهي الحمد لله هي وصلات وهي قصات الطاليان، للطاليان تاريخ ملي اي واحد خلق اول كلمه سمع الطاليان البرازيل هذو هما اللي معروفين في كاس العالم. والحمد لله ما يكون غير الخير. كلمتكم المغاربه بمناسبه هذا الشهر الكريم بمناسبه الربع كاين ان شاء الله ما يكون غير الخير، وتنتمناو لجميع المغاربه رمضان كريم وعواشر مبروكه، والله ينصر سيدنا والله يدوم علينا ساعه الفرح والسعاده في رمضان، والله يدخلوا على جميع الاسر بشهر مبارك كريم على جميع العائلات. شكرا لك سيدي عبد الغفور. خويا مرحبا، الله يخليك حدايا. مرحبا بك اخويا. خويا شوف انا مانيش نهضرو شي حاجه اللي هي لوجيك. سمع، حنا ما يمكنناش نتوقعوا، حنا كمغاربه ما كرهناش نهزو كاس العالم، لا كوب دي موند نهزو نفرحوا كاملين كمغارب. انا كنعاود ناكد لك خطره اخرى، راه اللاعبيه الا مشاو بواحد العقليه على انهم اسمع انا شوف اسمع وحاجه اخرى راه فاش كدوز المباراه الاولى راه كتولي خصك دوز مباراه بمباراه، راه ما يمكنلكش انت غادي تجي وتقول لا خصنا نتاهلوا الربع، لا راه كلشي كيبان لنا ساهل في التلفازه. عفا خويا الله يرحم الوالدين، واش كاين انا ما كاين في التلفازه راه كيبان كلشي ساهل، ولكن نسمع الناس اللي كيعرفوا بحق الكره وعارفين شنو كاين في التيران وشنو هما الحوايج والعراقيل اللي كتوقع للفرقه ولا كتوقع للمدرب، يعني باش كي راه تما عاد خصك تحكم بان فريمون راه لا شوف حنا راه شوف حنا الثقه ديالنا كمغاربه تايقين في قطر بعد اول حاجه، لا في التنظيم لا في التيرانات لا في الكره الجديده ان شاء الله اللي غتحطوا نهار الاثنين، يعني لا كل شيء ان شاء الله موفر. لا اسمع حنا شوف حنايا كان حنا خويا شوف حنا الامل ديالنا كمغاربه وكمتتبعين بصراحه، يعني الاحباط اللي كان داز علينا في لا كوب دي موند ديال روسيا لا ندوزو حاجه بحاجه، يعني لا كوب دي موند ديال روسيا الاحباط اللي كان داز علينا، البيت اللي ماركينا على راسنا مع ايران والمباراه الكبيره اللي قدمنا ضد البرتغال عاوتاني، وتحيه لنور الدين المرابط وتحيه للاعبيه اللي قاموا بواحد المجهود وبواحد هذاك احنا دابا عاد كنهضروا عليها، يعني راه اللاعبي فاش كيدخل بحال الشكل ديال نور الدين المرابط تبارك الله في المقابله ضد البرتغال، اللاعبيه تخيل معايا 11 لاعبي لاعب بديك الروح باش لاعب مثلا نور الدين المرابط، لا عادي شوف كره راه فيها شوف الكره فيها مهزوم اسمع فيها غالب ومغلوب، الكره ما فيهاش يعني جوج كيربحوا لا واحد كيربح وواحد كيخسر كاين ولا لا خويا القادومي لا يا عين صاحبي راه كما كيقولوا اخويا شوف
راه كما كيقول اخويا راه كاين مغلو غالب ومغلوب في الكره، راه ما يمكنش بجوجنا غادي نربحوا غير حنايا اخويا. السؤال اللي قلتي الحظوظ ديالنا كنتمناو ان شاء الله الدور الثاني، وانا عندي امل كبير ان شاء الله ان شاء الله اسمع ان شاء الله غادي نتاهلوا للدور الثاني وغنفرحوا الجمهور المغربي. وتحيه شوف تي في هذا المنبر هذا. انا بصراحه انا لا شوف راه ما يمكنلكش انت مثلا اسمعني، واحد الاستاذ كيقري مثلا واحد القسم مثلا فيه 30 تلميذ ست شهور ولا سبع شهور هو كيقريهم وكيعطيهم في الدروس ياك، وغادي تجي انت نص العام وتقول لا حيد عليا الاستاذ هذا ما لايقش ونجيبوا واحد اخر. لا اسمح لي عافاك شوف راه واخا تجيب دابا اي مدرب راه غتكون اصاحبي خسرا لينا واللاعبيه اصاحبي، ما بقاتش بزاف اصاحبي لهم واسانك اصاحبي. شنو بقى دوزو رمضان غمض عينيك حلو، راه شنو قال لهم هو في الندوه الصحفيه؟ قال لهم راه من دابا خصنا نبريباريو، يعني من دابا خصهم يوجدوا. وتحيه اخويا للطاقم وتحيه للطاقم ديال شوف تي في، وتحيه للفنان ديالنا رضوان. فرحت ملي شفتو في الحفل ديال القرعه، فرحت مغربي رضوان في الحفل، راه تحيه لرضوان راه تنشوفوه مع جميع الفنانين الكبار. وتا هو تنوجه له عواشر مبروكه ورمضان كريم. دراس ولا شي حاجه؟ الله يحفظك لي يا حبيبي، خلينا في الموضوع. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا هو على المباشر، كانت هذه ارتسامات وكذلك ردود افعال الشارع المكناسي، فيها عامل النظافه، فيها تاجر، فيها المواطن البسيط، الجمهور المغربي الحقيقي اللي كما كنقولوا من كل الشرائح. الان هما يعني الحمد لله فرحانين بهذه النتيجه اللي حققنا، كذلك بالقرعه اللي وضعتنا كنقولوا في مجموعه اللي نقدروا نقولوا انه امتحان حقيقي للمنتخب الوطني والنخبه ديالنا، تايقين فيهم ان شاء الله يحقوا الفوز ويحقوا النتيجه. وكنشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس، الى اللقاء.